أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم على أهمية مشروع معالجة المياه في مصر، والذي يعد من أكبر المحطات في العالم من حيث السعة. وذكر الغانم أن مساهمة الصندوق في المشروع الواقع شرقي محافظة بورسعيد تصل إلى 130 مليون دينار، مشيرا إلى أن المشروع يعد مفخرة ليس لمصر فقط بل للوطن العربي. إلى التفاصيل. بوصفه أحد أهم شركاء مصر في التنمية، ساهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في إنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه مصر في بحر البقر في شرق بورسعيد، وتعمل بطاقة إنتاجية تقدر بخمسة ملايين وستمائة ألف متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور ممثلين عن الصندوق. المشروع هذا بدأ معنا من ضمن برنامج عمار سيناء اللي صندوق ساهم في المرحلة الأولى منه والمرحلة الثانية. مساهمتنا في هذا المشروع بالذات تصل إلى حوالي 130 مليون دينار كويتي قروض ميسرة قدمها الصندوق الكويتي لتمويل هذا المشروع، اللي أنت اليوم صراحة شفتوه هو يعتبر مش بس مفخرة لجمهورية مصر العربية، يعتبر مفخرة للوطن العربي أنه مشروع بني بسواعد عربية بشركات عربية. لم تكن مساهمة الصندوق الكويتي في إنشاء محطة بحر البقر لمعالجة المياه الأولى من نوعها في مصر، بل تمتد لسنوات مضت، تمثلت في عدة مشاريع في قطاعات مختلفة كالصحة والنقل والزراعة والكهرباء والبترول والصرف الصحي. الصندوق بدأ عمله أو نشاطه في جمهورية مصر من عام 64، كان من أول مشاريعنا هو كان مشروع قناة السويس، وتوالت المشاريع منذ ذلك الحين لحد الآن أصبح عددها تقريبا 54 مشروع، والحمد لله يعني تقريبا احنا قطينا يمكن أكثر من 90% من المشاريع المتفق عليها. وفي كلمة له أثناء افتتاحه المحطة، أشاد الرئيس السيسي بإسهامات صندوق التمويل، والذي يشارك بنصيب كبير في مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الدولة المصرية. في إطار العلاقات الراسخة بين مصر والكويت، يواصل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية جهوده الإنمائية من خلال تمويل المشروعات التي تساهم في مساندة الجهود المصرية لتحقيق التنمية. من القاهرة أمل مسعد، تلفزيون دولة الكويت.